مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان الناس يشمون طيبة وهو يمشي في سكك مكة. حبسته أمه، جو عندها قالوا فكينا من أولادك هذا يأثر على الشباب لأنه قوي وشخصيته قوية. تخيلوا كم حبسته مصعب بن عمير أمه، قفلت عليهم 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا أخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه، ومع ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. منعت أمه عنه الطعام والشراب إلا ما يقومها عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش. عذبت هي مع ذا، وبعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، وأخذت تمشي به في السوق أمام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه وهي تمشي لها قيمة. ومر رجل من غير أهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد. قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها الى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها؟ قال دينه امره بذلك، دينه امره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق ابوك امك مهم زينة؟ يا جماعة الاباء الامهات، احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث اربع وانت تمعر، ترى الله يشوفها. اقسم بالله ان موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة.